إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ظهير ولا ند ولا ضد له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد الله حتى تورمت منه الأقدام، حتى قالت له السيدة عائشة: هون عليك يا رسول الله، فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الموحدين الصائمين القائمين لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن نستقبل ضيفا كريما وموسما عظيما، يجعله الله ميدانا للمتنافسون، يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون. فأين الصالحون؟ فأين المتقون؟ فأين المذنبون المقصرون؟ فهذا شهر رمضان، شهر الغفران وشهر التوبة. شهر رمضان شهر الصدقات وشهر الخيرات وشهر الطاعات، وشهر الذي حرم الله فيه الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ففيه التوبة، فواجب على كل مسلم في هذا الشهر الكريم أن يستغل هذا الشهر في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بالتقرب إليه بالطاعات، لأن الطاعات تتضاعف فيه عن غيره، فالخصلة من خير كفريدة فيما سواه، والفريدة فيه كسبعين فريدة فيما سواه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن الذي لا يرضى أن يغفر الله له؟ فمن الذي لا يرضى أن يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار في هذا الشهر الكريم، شهر الخيرات وشهر الطاعات وشهر الصدقات؟ فيه يتقرب الإنسان إلى ربه بالطاعات، لأن الطاعات تتضاعف فيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: غلقت
أبواب جهنم وفتحت أبواب الجنة، أبواب الجنة تفتح في هذا الشهر الكريم لمن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله. فالتوبة واجبة على كل مسلم في كل وقت وحين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس أكثر من 70 مرة. تخيل هذا الرسول الكريم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، فما بالك بنحن ونحن المذنبون. فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا دخل هذا الشهر الكريم فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فإن هذا الشيطان يعجز عن أن يغويك في هذا الشهر لأنك تصوم لله، والصيام يضيق على الشيطان مجاريه، فإن الشيطان يجري في ابن آدم كمجرى الدم في العروق. فإن هذا الشهر الكريم شهر الإحسان وشهر البركات وشهر الخيرات. في هذا الشهر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم: إن للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهنيئا لك أيها الصائم، أيها القائم، أيها التواب الأواب. إن في الجنة بابا يسمى بباب الريان يدخل فيه الصائمون، فيقال أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق هذا الباب فلا يدخل أحدا غيرهم. في هذا الشهر يسمى بشهر القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ليلة القدر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من قام رمضان إيمانا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واجتنابا لنواهيه سبحانه وتعالى، يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. لأن الله في الحديث القدسي يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فترك الله ثواب الصائم له، فهو الذي يجزي به للصائم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام العشر الأواخر من شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ففي العشر الأواخر الثواب العظيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، يقوم ليله ويصوم نهاره في هذه العشرة الأواخر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. ويقول أيضا: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان. ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة.
لماذا؟ حتى نقوم العشر ليالي من شهر رمضان، لا نترك منها ليلة واحدة، لعل الله أن يرزقنا بهذه الليلة المباركة التي قال الله فيها سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أن هذه الليلة التي يرزقها الله إليك فهي خير لك من ألف شهر، فأنت تقوم هذه الليالي كلها عسى أن تصبك هذه النفحة العظيمة، هذه الليلة العظيمة فهي خير من ألف شهر، الذي حسبها العلماء بأنها تساوي 83 عاما. 83 عاما، يعني في هذه الليلة إذا قمت في هذه الليلة، أو أن الله أصابك بهذه الليلة، كأنك عبدت الله لا تعصيه أبدا 83 عاما. من الذي يعبد الله 83 عاما متواصلة غير ذنب ولا أي شيء؟ طبعا مفيش. ليه؟ لأن أنت لو حسبت عمرك اللي انت عشته كلاته نقدره مثلا 80 عاما، هتشيل منهم تلت العمر نوم 20 سنة، وتشيل منهم 15 سنة قبل البلوغ، لا يحاسبك الله، ولكن تتعلم فيه فرائده ونواهيه واجتناب نواهيه، فتكون هذه الليالي أو هذا العمر كله لا يساوي 10 سنين أو 5 سنين. فإن هذه الليلة تساوي 83 عاما، فمن قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الذي لا يريد أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه؟ فتحروا هذه الليلة. ولكن نحن في استقبال هذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم الذي يتضاعف فيه الحسنات، فواجب علينا أن نجتهد في هذا الشهر، وأن نعبد الله حق العبادة في هذا الشهر، وأن نتقرب إلى الله بالصدقات، ونتقرب إلى الله بالنوافل وبالطاعات وبالأذكار، وبكل شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تنال هذا الأجر العظيم والثواب الكبير، حتى تكون من أهل جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، فالحكمة من الصيام هي تقوى الله سبحانه وتعالى. الحكمة من الصيام هي تقوى الله سبحانه وتعالى، ففي الصيام أشد التقوى وأكبر التقوى على الإطلاق. ليه؟ لأن الإنسان يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بأن يمتنع عن الأكل والطعام الذي أحله الله في غير هذا الشهر أو في ليالي هذا الشهر، فيكون الأكل والطعام والشهوات حرام عليك في هذا النهار، نهار رمضان. لماذا؟ إيه اللي غصبك على الجوع والعطش طوال اليوم في الحر؟ ليه؟ لأنك تمتثل إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وتجتنب عن نواهي الله سبحانه وتعالى، وتتعلم الصبر على الشدائد، من تعلم الصبر على ترك الطعام والشهوات، فامتثالا لهذا الشهر الكريم أن نعبد الله حق العبادة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا ومن شرور أنفسنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة. فرض عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرضه الله على الأمم السابقة. فكان نبي الله يوسف عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقيل له: يا عزيز مصر، أو يا نبي الله، كيف تصوم يوما وتفطر يوما وقد أعطاك الله خزائن الأرض؟ فقال: أصوم حتى لا أنسى الجائع. فهذه حكمة أيضا للصيام، فإن الغني يصوم فيشعر بالجوع، يعلم بأن هناك فقراء لا عندهم طعام، فيمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى بالتصدق والزكوات طاعة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، أي أياما قلائل، وهو شهر 30 يوما، ولم يجعل الله شهر رمضان كما جعل شهر ربيع الأول وربيع الثاني، فلم يجعل رمضان الأول ورمضان الثاني تخفيفا على هذه الأمة. فشهر هو شهر واحد للصيام، فلا نتركه يفوت هباء، ولا نتركه أن يمر علينا كمر الكرام. لا نترك هذا الشهر، بل نغتنم من هذا الشهر الكريم بالطاعات إلى الله والتقرب إليه حتى ننال الأجر العظيم، وأن يغفر الله لنا الذنوب والمعاصي. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين، فدية طعام مساكين، وعلى الذين يطيقونه، تأمل هذه الكلمة، وعلى الذين يطيقونه أن يتحملون صيام الشهر، يعني يتحمل الصيام. ليه؟ لماذا قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه؟ ليه؟ لأن كان شهر رمضان في أول أن فرض هذا الشهر الكريم على المسلمين، فطبعا يعني كان فيه مشقة قوية، لأن احنا طبعا احنا بنصوم من زمن، وأول ما تعودنا صمنا أيام، ثم نصف الشهر، ثم صمنا الشهر كاملا ونحن صغار، فتدربنا على هذا الصيام. ولكن حينما فرض هذا الشهر، فرض شهرا كاملا على المسلمين، فكان يعني لا يطيقون هذا الصيام مرة واحدة، فقال الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو طعام مساكين. وبعد ذلك نسخت هذه الآية في الآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبعد هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يكن ويسألونك، يعني إذا قال لك يا محمد عبادي فقل لهم أن الله يستجيب الدعوة، ولكن قال:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فاللهم تقبل منا صيام الشهر الكريم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وقنا من عذاب الدنيا وخزي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا صيام شهر رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم انصر المسلمين المجاهدين الموحدين في فلسطين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم أيدهم بجند من عندك، اللهم أيدهم بجند من عندك، اللهم سدد رميهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عطشى فاسقهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم أمنهم في أوطانهم، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.